عملية زراعة القوقعة الخيار الأنسب بالنسبة للأشخاص المصابين بفقدان السمع الحاد، وهو الحل الوحيد الذي يمكنه أن يخفف من معاناة المريض وأهل المريض. لنتابع مشاهدين المزيد من التفاصيل في هذا الروبورتاج. عندما تتكلم ولا يسمعك، وعندما يشير إلى شيء يريده ولا تفهمه، عالم صامت لا أحد يفهم الآخر. عندي هذا وليدي أنا يا زاد نورمال، كي ولات في عمره 7 أشهر هما ليك ويا الحمى ولات تطلع له، كل يوم نديه لاكلينيك للسبيطار بيهبطوها له، أما ليك بعد كينيا تمت الحياة غير تزيد. كي ولينا نلاغو عليه ما ولاش يسمعنا كاع، السمع ما كاش كاع، قال لي عنده ذبذبات وقلال، قال لي ما كاش، قال لي لازم له زرع القوقعة، جاتني غالية بزاف. ومن بعد كينيا اتصلت بالطبيب قلت له ودي ركب له لاباراي هذي. أما ليك جيت شريتها له ب28 مليون، ما كان حتى نتيجة. معاناة التعامل مع هذه الفئة لا يمكن أن يحس بها إلا الذين يعيشونها بحق. القوقعة قال لي 270، حطيت الدواسة في السبيطارات، في وهران، في البليدة، في تلمسان، لحد الساعة ما كان حتى ما زالوا ما عيطوليش، نعيا ونعيطولو ما كان والو، الطبطب لو في كاش حاجة كيما هكا ما كان والو. إلا كان هكا مقابلك هكا، إلا كان مقابلك وهدرت له بالإشارة هكا يفهمك شك تقوله، بصح بلا إشارة ما كان والو. مخاوف كبيرة تزداد مع مرور الوقت على مستقبلهم. نطلب من المحسنين الذين أنعم الله عليهم بالمال أن يعاونوني في وليدي، يعاونوني في وليدي. ما نجمتش، كون جيت منجم وليدي انا كون الاخر نعطي له حاجه مني، كون جات عين نقلها عيني نعطيها له. انا وليدي ما نجمتش نشوفه كيما هكا، ما نجمتش نشوفه، ولكن الله غالب والحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. ليبقى الحل الانجع هو زراعه القوقعه.